مساكم الله بالخير، الله يعطيكم العافية. أكيد كلكم نفس الحالة، قاعدين بالبيت. بالكويت الحظر جزئي لحد الحين، فبالنهار نقدر نطلع، بس أنا بالنسبة لي دائما قاعد بالبيت، مو قاعد أطلع وأحتك بأحد. هذا الفيديو قلت دام أن السيارة موجودة بالبيت وما راح أحتك بأحد، خلنا أسوي فيديو وأحرك فيه القناة شوي، ويمكن في أحد يكون محتار بسيارة نفس هذه، أو أهله يبون يشترون سيارة نفس هذه، ممكن أكون فتهم. من عنوان الفيديو، هل السيارة هذه تستحق سعرها ولا ما تستحق سعرها؟ اللكزس RX F 350 نفس هذه سعرها 21,000. كنت أتساءل هل السيارة هذه تستحق سعرها ولا ما تستحق سعرها؟ وش اللي خلانا نرد نشتري لكزس RX مرة ثانية؟ للأمانة كنا محتارين بينها وبين BMW X4، بس بالنهاية اخترنا اللكسس لأن كانت عندنا الموديل اللي قبلها وكانت واردة أمريكا ومستعملة وظلت عندنا 7 سنوات تقريبا. هي كانت 2010، يعني كانوا مستخدمينها قبلها ب3 سنوات بعد. والسيارة من خذناها لين بعناها، اللهم بدلنا فيها البريكات السفايف، يعني السيارة من ناحية المكيف، من ناحية الراحة، من كل النواحي سيارة 100%. فهالشيء يعطيك دافع انك تشتري سيارة تريحك لمدة 10 سنوات. وهذه السيارة شرناها للوالدة الله يحفظها. الحريم الكبار ما لهم خلق يغيرون سيارتهم كل 2-3-4-5 سنين، ولا ان يروحون مركز صيانة كل شوي، يبون شيء يريح راسهم لمدة 10 سنوات. فكرنا قلنا ما في الا لكزس اللي قاعد عندك 10 سنوات وانت مريح راسك مرة واحدة. انا من الناس اللي ما احب وايد اللكسس للامانه، بس الفتره الاخيره لاحظت انه صار في تغيير كبير، يعني من ناحيه جوده المواد كشكل، صاروا يعني دخلوا طابع شبابي اكثر بالسيارات. قبل كانت السيارات وايد كلاسيك بزياده، وحتى الوان الداخليه كانت بس عندهم البيج، فما كنت افضلها. الحين للامانه وايد في فرق. نتكلم كناحيه قيادة أهم شيء بالنسبة لي، لأن المواصفات أغلبها اللي نتكلم عنها تكون موجودة بكل السيارات. لما يعني يقول لك نقطة العمية، وهذا صار كل السيارات فيهم، حتى من الصيني لين الأوروبي كل السيارات صار فيهم مواصفات. فما شفنا في أحد صار يتميز بمواصفات. أكثر شيء الناس تميز فيه الحين الجودة، إحساس القيادة، الراحة، هالأمور هذه. بالنسبة للراحة، سيارة جدا 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 كثر ما أقول مريحة، ناعمة. أنا يعني شوارعنا الكويت تعبانة، وايد ناعمة على الشارع، تمتص الحفر والمطبات والشوارع الخشنة بشكل حلو، عزلها للصوت وايد ممتاز. يمكن تسمعون أنتوا أصوات الكاميرا دائما تلقط أصوات الشارع والضجيج أكثر من يعني أنت كشخص راكب السيارة. هذه يعني بأي فيديو راح تشوفوني أسوي راح تلاحظون فيه صوت شارع، بس انا كشخص يعني جرب كذا سياره اقول لكم ان العزل فيها وايد وايد زين، من ناحيه صوت الهواء ومن ناحيه صوت الشارع ممتاز. احساس القعده بالسياره، الرؤيه وايد حلوه، التناسق وانسجام السياره مع بعض، يعني السكان مع البريك مع الدوسه، خفه الدوسه، تباديل الناعمة، تحس السيارة فيها انسجام كبير بصراحة. ما كان موجود قبل باللكسس، حسيتها قبل، يعني اللكسس كان قبل توجهها الراحة التامة لدرجة انها كانت بالنسبة لي مملة. يعني حسيت في ناس تحب الراحة هذه اللي بزيادة، بس انا كذوق شخصي، انت لما تتابع شخص لازم تعرف شنو ذوقه عشان تعرف اذا السيارة تناسبك ولا لا. انا شوي احب السيارة تكون فيها روح، ما احبها وايد مريحة بزيادة لدرجة الملل. الحين قدروا لكسس يسوون السيارة هذه بطابع وايد مريح، وبنفس الوقت تحس فيها روح السيارة. يعني السكان مو وايد خفيف، وسط، ودقة السكان حلوة. ردة فعل السيارة لما تدوس خفيفة بالمشي، حتى لما يعني تدوس سرعتها حلوة. استجابة السيارة سريعة، كل شيء فيها أحس غير عن اللكسس الموديل اللي قبل. فيها متعة قيادة السيارة.
يعني انا اذا تسالني تسوى هذه السياره تشتريها بهذا المبلغ تسوى الامانه. انا سكت كذا سياره منافسه ولاحظت ان حسيت بالكواليتي بهذه السياره اكثر، حسيت يعني براحه، جوده المواد، الراحه، العزل. يعني في انا يمكن قلت الراحه كذا مره بس ما عليه، يعني الاحساس اللي يجيك من هذه السياره انك شاري شيء غالي، وهذا مطلوب الشيء لما تدفع يعني مبلغ وقدره انك تبي تحس انك شاري شيء غالي، فهذا الاحساس يجيك. السياره يعني فيها الرادار، فيها البروجيكتر، نقاط العمية، الساوند سيستم فيها حلو، مع ان العاده يكتبون نوع الساوند سيستم. الضار هذه يعني ما فيها الساوند سيستم اللي متعودين عليه بلكسس الماركر ليفنسون، مع ذلك وايد حلو. الشاشه ب 2019 و2020 صارت اكبر مثل ما انت شايفين، وصار فيها التاتش. هذا يعني احسه، يعني احسه خطوه حلوه خاصه لكبار السن، ان التاتش اسهل عليهم من الماوس. العداد، شاشه، يعني في كراسي تبريد، تدفئه، اوتو هولد، سياره بالزحمه تسحب السايد بريك بروحه، الشحن اللاسلكي للتليفون، الفتحه، كل شيء تقريبا يعني تفكر فيه موجود بالسياره. يعني ما يعني ما حسيت انه اوه ليش ما فيها الشيء الفلاني هذا. بالنسبه لشكل السياره اشوفه انه حلو وانيق، ومع الفيس ليفت اللي هو التغيير منتصف العمر يسمونه الوكالات، صار شكلها احلى. الليتات صار شكلها احلى، الرنجات حجمهم 20، خطوط السياره حلوه مع هذا اللون تبين اكثر تفاصيل السياره. التغييرات اللي صارت ب 2019 و20 الليت كان اعتقد كان خطين، اي خطين كان، صار 4 خطوط. تغييرات بسيطه يمكن ما يلاحظها الا اللي شاري هذه السياره، وهذا اللي يعجبني، انك لما تشتري سياره نفس لكسس ما ينزل لك تغيير يخرب الشكل وايد لدرجه انك تكره سيارتك. فالتغييرات كانت بسيطه، يلاحظها اللي بيشتري سياره جديده او يعني صاحب السياره نفسه. وانا سويت هالفيديو حق الناس اللي يفكرون يشترون سياره نفس هذه، بما ان السياره 2020 قلت اجربها معاكم واقول لكم راينا، وهل احنا حسينا ان احنا تحسفنا ان قطينا المبلغ هذا على هذه السياره، ولا الفلوس كانت محلها. للامانه لا، حسينا ان الخيار سليم والسياره تسوى قيمتها. ويعني اهم المواصفات اللي كنا نبيها بالسياره لقيناها من هالمواصفات، ان الوالده تحاتي ان لما تصفط تحك الرصيف، ولا ان يعني تدعم موضوع الكاميرات ال 360 بالسياره وايد حلو بصراحه، يعني يطلع لك بشكل دقيق جدا لدرجه انك ما تحاتي، ولا يعني مستحيل احد يعني يكون مركز يدعم رصيف ولا شيء بهذا السيستم. فللامانه السياره وايد ممتازه، الله يعطيكم العافيه. وان شاء الله نفكر الحين بما ان احنا قاعدين بالحجر، حجر المنزلي او الحظر الجزئي اللي بالكويت، نفكر شنو نسوي لكم محتوى. سوينا لكم الفيديو اللي طاف شلون تغسل سيارتك بالادوات اللي عندك بالبيت، يعني مو ادوات بروفيشنال. يعني افكر الفيديوهات الجايه اخلي وكاله تدز لي سيارات واخليها عندي كم يوم نعقمها ننظفها، وبعدين نسوي لها تجربه خفيفه. ف خلكم متابعين، والله يعطيكم العافيه.